مباراة كبيرة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب المصري، كيف يرى الإعلام المصري هذه المباراة وما أهمية هذه المباراة لدى المشجعين وطبعا القائمين على المنتخب المصري؟ بالتأكيد كل مباراة بتمثل بالنسبة للجمهور المصري والإعلام المصري ديربي شمال إفريقيا. إحنا بنحب الشعب الجزائري جدا، بلد محارب الصحراء المليون شهيد، فدي بلد عزيز علينا وعلى الشعب المصري، وإحنا شايفينه إن ده لقاء الأشقاء. إحنا أشقاء أيا كانت النتيجة، وإن كنت أنا بتمنى طبعا فوز منتخب بلادي المنتخب المصري. غير كده أنا بحب كرة منتخب الجزائر جدا، بحب أتفرج على مباريات منتخب الجزائر، لأن في شايفين القائمة فيها 25 لاعب من محترفين من أكبر أندية في أوروبا، وده اللي خلى مستر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني إنه يكون حريص إنه يلعب مع واحد من القوى العظمى في القارة الأفريقية بحجم منتخب الجزائر بتاريخه الكبير جدا عبر التاريخ. إن شاء الله تكون مباراة كلها روح رياضية داخل وخارج الملعب، اللي يكسب هنقول له مبروك وإن كنت أتمنى فوز مصر، واللي هيخسر هنقول له هارد لك. مباراه مهمه تحضيريه للفرقتين قبل كان كوت ديفوار وقبل تصفيات كاس العالم. هي مباراه معياريه للمنتخب المصري قبل كاس افريقيا بمواجهته للمنتخب الوطني الجزائري. طبعا مباراه بالنسبه للشعب المصري مهمه جدا، وللجمهور المصري مهمه جدا، لان دي مباراه هتطمننا على اداء منتخبنا الوطني قبل كاس افريقيا، وخاصه ان مع منتخب الجزائر منتخب عنده دوافع كبيره جدا انه يعوض الاخفاقات اللي حصلت على مدار العامين السابقين، سواء بالخروج من دور المجموعات او يعني مش هنقول الفشل، عدم التوفيق في الوصول لكاس العالم في المباراه الدراماتيكيه امام المنتخب الكاميروني. انا نفسي كنت بتفرج على المباراه دي وكنت زعلان جدا، لان كنت اتمنى صعود منتخب الجزائري الشقيق لكاس العالم في قطر، لكن ملحوقه ان شاء الله ويقدر نعوض والمنتخب الجزائري يسعد الجمهور الجزائري الجميل. شكرا.